ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في مدرستنا الفلسطينية المشتركة الدوحة، وحصة جديدة من حصص اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي، ودرس القراءة بعنوان ذكاء قاضي إياس. الصورة الأولى: في الصورة يظهر رجال في السوق، أحدهم بائع للقماش والآخر بائع للخبز، أما الرجل الثالث يحمل بيده كيسا. تأمل الرجال، ماذا يبدو عليهم؟ أحسنت، يبدو عليهم الغضب. ما سبب الغضب؟ هل هناك خلاف بينهما؟ أحسنت، نعم، يظهر أن هناك خلاف بين الرجال. كيف سيحل الرجال هذا الخلاف؟ فكر معي. عزيزي الطالب، تأمل الصورة. أين يقف الرجلان؟ نعم، يقفان الرجلان أمام القاضي. أين النقود؟ رائع، النقود أمام القاضي. من هو القاضي؟ أحسنت، القاضي هو الرجل الذي يحل الخلاف بين المتخاصمين. برأيك عزيز الطالب، كيف سيحل القاضي هذا الخلاف بين الرجلين؟ ماذا يوجد أمام القاضي والرجال؟ نعم، يوجد وعاء فيه ماء. أين النقود؟ النقود في الوعاء. وضع القاضي النقود في الوعاء. لماذا وضعها؟ فكر معي، لماذا وضع القاضي النقود في الماء؟ ماذا يفعل القاضي والرجال؟ أحسنتم، إنهم يتأملون النقود داخل الماء. لماذا؟ عزيزي الطالب، في الصورة الأخيرة انظر ماذا يفعل القاضي. القاضي بيده كيس النقود وأعطاه للرجل، والرجل الآخر يظهر أنه مع الجندي. يا ترى ماذا سيفعل الجندي بالرجل؟ ولماذا حكم القاضي للرجل الآخر بالنقود؟ هذه الأسئلة سنجيب عنها من خلال قراءة الدرس. ذكاء القاضي إياس. كانت دكان الفطائري ملاصقة لمحل بائع القماش، وذات يوم عثر رجل في السوق على كيس مليء بالنقود. قال الفطائري: إنه كيسي. وقال بائع القماش: إنه مالي. واشتد الخلاف بينهما. ذهب الرجل والمتخاصمان إلى القاضي إياس، وهناك ادعى الفطائري أن الكيس له، وكذلك فعل بائع القماش. أمر القاضي بوعاء فيه ماء ساخن، وألقى النقود فيه، وبعد برهة من الزمن لاحظ الحضور أن سطح الماء قد تغير لونه، إذ طفت عليه بقع من الدهن. قال القاضي للفطائري: النقود لك، فما زالت محتفظة بآثار الدهن من يديك. فأخذها وانصرف راضيا، وعاقب القاضي بائع القماش. عزيز الطالب، هيا لنقرأ قراءة تفسيرية لتوضيح بعض المعاني والأضداد والمهارات الواردة في الدرس. ذكاء القاضي إياس. كانت دكان الفطائري ملاصقة لمحل بائع القماش، وذات يوم عثر رجل في السوق على كيس مليء بالنقود. أين عثر الرجل على الكيس؟ أحسنتم، في السوق عثر الرجل على الكيس. كانت دكان الفطائري ملاصقة لمحل بائع القماش. ما معنى كلمة ملاصقة؟ عليها دائرة.
ملاصقة أحسنتم تعني مجاورة مجاورة. أين كان الدكان الفطائري؟ دكان الفطائري كانت ملاصقة لمحل بائع القماش. عزيز الطالب انظر إلى العبارة ذات يوم، ماذا تعني هذه العبارة؟ من منكم يستطيع أن يفسر هذه العبارة؟ رائع، ذات يوم تعني في يوم من الأيام، في يوم من الأيام. عثر، الفعل عثر، ما نوع الفعل؟ عثر، هل هو فعل ماض أم فعل مضارع؟ رائع، فعل ماض. وما معنى عثر؟ أحسنت، عثر تعني وجد، وجد. من يوظف الفعل وجد في جملة مفيدة؟ أحسنتم، وجد أبي المحفظة في الحديقة. رائع. قال الفطائري إنه كيسي، وقال بائع القماش أنه مالي، واشتد الخلاف بينهما. الفطائري، انظر إلى كلمة الفطائري، ما معنى الفطائري؟ الفطائري هو الرجل الذي يصنع الخبز والحلويات. أحسنتم، إنه كيسي. قال بائع القماش إنه مالي، واشتد الخلاف بينهما. ماذا نعني بكلمة اشتد؟ اشتد. أحسنت، معناها زاد، زاد. وماذا تعني كلمة الخلاف؟ رائع، الخلاف تعني الخصام أو النزاع. وما ضد الخلاف؟ الاتفاق. أحسنتم. لنعود مرة أخرى لكلمة الفطائري، ماذا تعني كلمة فطائري؟ مثل الأول. الخباز، ما صفة عمل الخباز؟ أحسنت، عمل الخباز شاق جدا. رائع، الخباز مما يصنع الخباز الخبز؟ أحسنتم، من الطحين. ومن أين يحصل على الطحين؟ أحسنت، من القمح. الخباز يحصل على الطحين من القمح، فليصنع منه الخبز الشهي والحلويات اللذيذة. اشتد الخلاف بينهما. يا ترى ماذا سيفعلان بعد ذلك؟ ذهب الرجل والمتخاصمان إلى القاضي إياس. لماذا ذهب الرجل والمتخاصمان إلى القاضي إياس؟ رائع، حتى يقوم القاضي بحل الخلاف الذي وقع بين الرجلين. هناك في حضرة القاضي ادعى الفطائري ان الكيس له، وكذلك فعل بائع القماش. يا ترى كيف سيحكم القاضي بين المتخاصمين؟ أمر القاضي بوعاء فيه ماء ساخن، وألقى النقود فيه، وبعد برهة من الزمن لاحظ الحضور أن سطح الماء قد تغير لونه، اضطفت عليه بقع من الدهن. سطح الماء، لماذا تغير سطح الماء لونه؟ لماذا تغير لون سطح الماء؟ رائع، طفت عليه بقع من الدهن. من منكم يعرف لي ما معنى كلمة طفت؟ طفت. رائع، طفت بمعنى عامت، أي ارتفعت إلى أعلى وظهرت فوق السطح. طفت عليه بقع من الدهن. ما هو الدهن؟ ما معنى كلمة دهن؟ أحسنتم، الدهن هو الزيت، الدهن الزيت. أمر القاضي بوعاء فيه ماء ساخن. كلمة ساخن، ما ضد ساخن؟ رائع، ساخن بارد، ساخن ضدها بارد. من يوظفها في جملة مفيدة؟ كلمة بارد. رائع، الجو في فصل الشتاء
بارد جدا، أحسنت. وألقى النقود فيه. ما معنى ألقى؟ ما معنى ألقى؟ أحسنت، ألقى تعني رمى. ألقى رمى، رمى النقود في الوعاء القاضي. وبعد برهة من الزمن، ما معنى برهة؟ برهة، أحسنتم، الوقت القصير يعني برهة وتعني لحظة، برهة لحظة. قال القاضي: النقود لك فما زالت محتفظة بآثار الدهن. إذن عندما لاحظ القاضي أن الدهن قد طفى فوق الماء، استدل أن النقود للخباز، للفطائري. لماذا؟ رائع، لأنها ما زالت محتفظة بالدهن، حيث أن الخباز عندما يصنع الحلويات والكعك والخبز لابد من استخدام الزيت في عمله، فتبقى آثار الزيت عالقة بيد البائع ولا تحتاج إلى تنظيف، عملية تنظيف كبيرة حتى تزول. وبما أن البائع يمسك النقود بيديه، فانتقلت الدهون من يدي بائع الخبز الفطائري إلى النقود، فأخذها وانصرف راضيا، وعاقب القاضي بائع القماش. ما رأيك عزيز الطالب بحكم القاضي؟ هل كان القاضي حاكما بأن أعطى النقود للفطائري وعاقب بائع القماش؟ نعم، إنه كان عادلا، رائع، كان القاضي عادلا بعقاب بائع القماش وإعطاء النقود للفطائري. امتاز القاضي. يتمتع القاضي بصفات مميزة تمكنه من الحكم بالعدل بين الناس، منها عالمان، سعة الصدر، الذكاء، الموضوعية، ونعني بها الحكم وفق الأحكام ولا يتبع هواه وعاطفته في الحكم بينا. إذن ما الفكرة العامة التي توصلنا إليها؟ ما القيمة التربوية والأخلاقية التي تعلمناها؟ أحسنتم، الصدق والأمانة خلق عظيم يجب التحلي بها. الصدق كان للفطائري الذي قال أن المال له، والأمانة أمانة الرجل الذي عثر على المال في السوق. فاحرص عزيز الطالب أن تكون هذه الصفات ملازمة لك في جميع جوانب حياتك. الآن لننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة المرفقة بالدرس، نجيب شفويا، نختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ألف: عثر رجل في السوق على كيس مليء ب. ألف: الصور. ب: المال. جيم: الورق. رائع، ب: المال، عثر الرجل على كيس مليء بالمال. ب: ذهب المتخاصمان إلى. ألف: المحامي. ب: المحكمة. جيم: القاضي. رائع، ذهب إلى القاضي. جيم: أمر القاضي بوعاء فيه. ألف: زيت ساخن. ب: ماء ساخن. جيم: نار مشتعلة. ب: ماء ساخن، أحسنتم. عزيز الطالب، لننتقل لحل التدريبات اللغوية. نبحث في النص عن معاني الكلمات والتراكيب الآتية ونكتبها في الفراغ. في يوم من الأيام، ماذا نعني فيها؟ ذات يوم. وجد، عثر. بائع الفطائر، الفطائري. الخصام، الخلاف. لحظة، برهة. عزيز الطالب،
في نهاية الدرس لنتذكر بعض الكلمات ومرادفها: ملاصقة، مجاورة، المتخاصمان، المتنازعان، وعاء. أحسنت. الكلمة وضدها: ذكاء، غباء، بارد، ساخن، سطح، قاع، الخلاف، الاتفاق. طلاب الأعزاء، في نهاية الدرس نتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما عرضناه فيه في هذا اليوم، ودمتم سالمين. مع تحيات المدرسة الفلسطينية المشتركة بالدوحة.